العتبة العباسية المقدسة تدعوكم للمشاركة في فعاليات مهرجان راية الأربعين الدولي المكتنز بالإبداع، حيث يلتقي عشاق السينما من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أفلام تعبر عن تجارب زيارة الأربعين بكل تفاصيلها الإنسانية والثقافية. يتيح مهرجان راية الأربعين الدولي فرصة المشاركة لجميع العاملين في مجال صناعة السينما وفق أبواب المهرجان: الفيلم الروائي القصير، الفيلم الوثائقي القصير، أفلام الإنيميشن، أفلام الهاتف المحمول، كتابة السيناريو الروائي الوثائقي، الصور الفوتوغرافية. حددت إدارة المهرجان جوائز قيمة للفائزين تبلغ قيمتها 50 مليون دينار عراقي، تتوزع على أقسام المسابقة. آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة هو 20 من تشرين الأول 2024. يتم الإعلان عن الأعمال الفنية المقبولة للمشاركة في المهرجان عبر الموقع الرسمي للعتبة العباسية المقدسة بالتاريخ 15 من تشرين الثاني 2024. للمشاركة في المهرجان يرجى الدخول على رابط المهرجان لملء الاستمارة. لمزيد من التفاصيل يرجى مراسلة البريد الإلكتروني 40-festival@alkafil.tv أو التواصل على الرقم الآتي 00964-760-240-248.